أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، الله يسلمك يا رب. شكرا. من ضمن الفعاليات الملتقى التركي العربي للبناء والاستثمار العقاري نلتقي بالسيد فؤاد. مرحبا بك سيد فؤاد. ممكن تعرف سادة المشتركين الأكثر بحضرتك من أي دولة ومن تمثل في هذا الملتقى؟ أنا بمثل شركة ألترا هوم، هي شركة تركية سعودية، ملاكها سوريين مقيمين بالسعودية. نحن نعني بالتسويق العقاري في المملكة العربية السعودية، تسويق المشاريع في المملكة العربية السعودية. نحن هدفنا لحضور الملتقى الالتقاء بالمستثمرين والراغبين بالاستثمار في تركيا، على أساس نحن نكون جسر. شركتنا هدفها تكون جسر بين تركيا وبين المملكة العربية السعودية، والحمد لله يعني التقينا بشركات كتير حلوة يعني، وإن شاء الله حنكون يعني أدينا غرضنا نحن من الحضور إن شاء الله. إن شاء الله.